مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة، لكن كمان منضم ليا ضيفة جميلة من أصدقاء البرنامج اللي بيشوفونا، زينة. وزينة أصغر مشجعة لأهلوية صميمة للنادي الأهلي، منوراني النهاردة. ازيك يا زينة؟ أخيرا شفنا بعض، صح؟ زينة بتبعت لي كل التطبيقات الحلوة اللي بتعملها وبتشوف البرنامج كل يوم، بتكلمني دايما، وإن شاء الله ياريت من حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي، عشان تبقوا ضيوف بجد يشرفني ويساعدني أن أنا أتعرف بيكم بوجودكم معي في البرنامج. هنعمل إيه النهاردة يا زينة؟ قولي لهم بقى هنعمل إيه النهاردة. هنعمل النهاردة دونتس حلو وحادق. يا سلام يا سلام. طب قولي لي بقى، أنت بتحبي الدونتس صح؟ قوي صح؟ طب اكتر حاجه بتحبيها في التوبنج ايه بتاعت الدونتس؟ بحب اللي بالبسكوت. انا عامله لك النهارده، جايبه لك اوريو، عملت لك حاجات حلوه كده، بسكويت بالشوكولاته، وعملت لك برده بسكويت نوع تاني، عشان عارفه الجديد. الجديد طبعا لما احنا بنيجي ناكل دونت بره بنلاقي دلوقتي اصبح فيه حادق وحلو، يعني احنا ممكن مع الفطار لو هنشرب القهوه بتاعتنا هناخد جنبها في كمان الدونت، اصبح بقى مع التوست في كمان دونت حادق. هنعمله هو نفس العجينه، انا مش هغير حاجه في العجينه ومش هفتكس فيها، هي نفس العجينه، لكن انا لما هحمر الدونت هاخد المرحله دي وهحتفظ بيه وهبدا احشيه حادق. طالما حطيت مكونات حادقه هيتحول لدونت حادق، ودي فكره جميله لطيفه برده للولاد. خلينا نبدا نقول بسم الله وننزل مقادير الدونت وبعدين نبدا نشتغل بقى ونحكي مع بعض، وزينه هتساعدني النهارده في الحلقه، يعني دونت النهارده اللي طلع ده هيبقى زينه هي اللي مشاركه فيه، فهنشوف بقى يعني ايه. هتطلعي طبعا عامله الدونتس احلى مني، وانا طبعا مش عارفه هعمل ايه بعد كده. لا طبعا حضرتك بتعملي دونتس جميل قوي. حياه قلبي انت. طيب نقول لهم المقادير بقى، اقول العجينه. طيب عندنا للعجينه كوبايتين ونص من الدقيق، عندي رشه من الملح، نص كوبايه من اللبن الرايب، وده اختياري ممكن يبقى لبن عادي. طيب 2 معلقه من السكر، معلقه ونص من الخميره الفوريه، وعندي بيضه، معلقه من الفانيليا السايله، بتفرق قوي على فكره في بعض الوصفات زي ما قلت لحضراتكم، وعندي 2 معلقه كبيره من الزبده. طيب الصوصات هنتكلم عنها بالتدريج، بس خلينا الاول نبدا نقول يعني نشتغل في العجينه وبعدين نبدا نشوف الصوصات بتاعتنا، صوص صوص ننزله عشان تبقوا حضراتكم عارفين تفصلوا بين المقادير وبعضها. هبدا اقول بسم الله وهنبدا كده نروح بقى. انا هروح اعجن هناك يا زينه وانت بقى ساعديني. بصي انت بقى حطي لي هنا الخميره والسكر بعد اذنك يعني على الدقيق، ورشه ملح لو سمحتي من هناك، وانا هنا هبدا بقى ايه احط البيضه ونبدا نشتغل ايه مع بعض. بسم الله كده، خليني بس ايه نحط اول حاجه نكسر البيضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اتاكد انها تمام وسليمه. طيب هناخد بقى البيضه دي. بسم الله. اللي عايز يتاكد ان الخميره تمام ومظبوطه ما فيهاش مشكله، حضراتكم تقدروا تحطوا الخميره والسكر مع اللبن الدافي وتسيبوهم شويه، اذا انتفخت وعليت يبقى احنا كده في الامان. اذا حضراتكم شاكين في الخميره، لكن لو هي فريش خلاص يعني هي طازه تمام. نقلب بقى، عندك سبونه اهي حبيبه قلبي، اتفضلي قلبي بقى بالراحه كده الخليط ده، عشان انا ايه اروح اساعد واخلط في الحاجات الجميله اللي هنا. معانا ام جوزيف. صباح الفل. صباح الفل يا شيف عظيمه، ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي. الله، الحلقه جميله والبنوته جميله اللي معاكي الاهلاويه الحلوه دي. الله يخليكي، تحياتي لايله بقى ولكل الاحفاد الغاليين عليا. بيسلموا عليكي بامانه، الاثنين بيسلموا عليك، ايلا وايس الاثنين بيموتوا فيكي يا شيف عظيمه بامانه. ان شاء الله يبقوا معايا. امبارح قالوا لام سلمى احنا عايزين نكلمها، ونقول لها يا عمري يا حبيبتي. بس كده من عيوني يجوا ينوروني. بس انتوا تعالوا من الصعيد، المشوار بعيد عليكم شويه، بس طبعا تعالوا. طبعا حبيبتي، من بعيد على الحبايب يا قلب، ربنا يخليكي يا رب. الله يسعدك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. اليوم بدا من امبارح، كل سنه وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. طبعا انت عودتينا تعملي لنا الشلولو في الصيام. عينيا. تسلم عينيك يا قلبي. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نعمل الشلولو باذن الله. عشان انت عملتها قبل كده كانت جميله وتحفه، ربنا يخليك. ما هو اكله صعيديه اصيله يعني، فاحنا ما نقدرش يعني. بصي تحيه لكل اهل الصعيد. حبيبتي ربنا ما يحرمنا منك يعني. ولا منك ام جوزيف، تسلمي لي حبيبتي، بحفظ الله، مع السلامه حبيبه قلبي، مع السلامه. بصوا انا حطيت البيضه وحطيت الفانيليا الخام او الفانيليا السايله، بتدي طعم حلو قوي للعجين اللي زي دي. بصوا بقى هزود شويه، بس شويه صغيرين مش كل الكميه. اللبن الرايب بيساعد على تطرية العجين وبتبقى حلوة. هدي بس خلطة بسيطة كده صغننة،
وايه، وبعدين نبدا نضيف المكونات الجافه ونعدل. اخر حاجه هضيفها الايه؟ الزبده. شطور. قولي لي بقى يا زين، انت في سنه كام؟ مش تعرفي بقى الجمهور كده، انت في سنه كام؟ انا داخله ثالثه. ثالثه ابتدائي. شطوره. قولي بقى اخبار المدرسه ايه معاكي؟ بتحبي المدرسه؟ بحبها. طيب واكتر ماده بتحبيها ايه بقى؟ الانجليش. حلوه قوي، شطوره. طيب قولي لي، طيب هسالك حاجه، انت المدرسه فيها ميكس يعني صبيان وبنات ولا بنات بس؟ اي لا، صبيان وبنات. طيب واخبار الصبيان ايه؟ بيغلسوا ساعات على البنات كده ولا عادي؟ كتير قوي ولا يعني معديه؟ ممكن نسامحهم. ممكن نسامحهم. طيب يعني الولد لو غلط ولا حاجه وزعل بنوته بيتاسف وكده يقول سوري وانا اسف وبتاع؟ لا مش للدرجات قوي كده. يا نهار ابيض، احنا بقى لازم نبعت لهم رساله بقى من خلال البرنامج، صح؟ نقول لهم ايه؟ قولي لهم بقى، قولي لهم. عايزه تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول لهم يعني حاولوا، بصي بقى للكاميرا هنا وقولي لهم، حاولوا تبطلوا تضايقوا البنات، حاولوا تبطلوا تضايقوا البنات لو سمحتم من فضلكم، علشان البنات كائنات رقيقه وبتزعل قوي. دي حاجه جميله. طيب قولي لي بقى، انت بداتي تساعدي مامي في المطبخ من امتى؟ من وانا عندي 5 سنين. وانت عندك 5 سنين، اول حاجه عملتيها ايه مع مامي ساعدتيها فيها؟ عملت كب كيك. حلو قوي. وانت بتبقي مبسوطه وانت داخله المطبخ؟ ايوه. طيب يعني بتقولي لها مثلا يا مامي انا عايزه اعمل ده، ولا هي اللي بتقول لك تعالي يا زينه اقفي معايا ولا ايه؟ لا انا اللي بقول لها انا عايزه انا اعمل معاكي. حلو قوي الكلام الجميل ده. طب قولي لي هوايتك ايه تاني غير المطبخ؟ ان انت تدخلي وتعملي حاجات حلوه كده. يعني بحب ارسم والون. الله، بترسمي كمان؟ طيب وبترسمي بقى حاجات حلوه انت اللي بتاخديها يعني بتنقليها، ولا انت اللي بترسميها؟ لا يعني ساعات برسمها انا وساعات بنقلها. وعارفه مثلا تتفرجي على فيديوز وحاجات حلوه بتعرفي ازاي بتتعمل؟ ايه هواياتك تاني؟ بحب الغنى. ايه ده؟ طب استني بقى، استني ما اخلص العجن الوحش ده عشان تغني لنا حاجه حلوه بقى. ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ اللي هي بنات يا بنات يا بنات. ايوه قولي تاني، علي صوتك. يا بنات يا بنات يا بنات. ايوه. اللي ما خلفش بنات مش باش من الحنية ولا دقش الحلويات. أيوة. ودي كمان حلوة الأيام في عينيا. أيوة. علشان خلفت بنية حبيبة قلبي لغاية هنا. يا روح قلبي، ما شاء الله عليكي، شفتوا الجمال؟ بنات دول نعمة من عند ربنا بجد. طيب طيب أنا بصي بقى هحط الزبدة وأجيب العجينة وأقعد جنبك كده، وبعدين قولي لي بقى السنة دي في مواد كانت صعبة ما كنتيش بتفهميها قوي، ولا لما كنت في حاجه مش بتفهميها التيتشر بتاعتك كانت بتحاول تساعد ان انتوا تفهموها؟ لا هو في حاجات كتير قوي كانت صعبه، يعني السنه دي منهج العربي كان صعب جدا. العربي كان صعب فيه ايه بقى؟ النحو، القواعد، صح كده؟ طيب وايه تاني غير العربي؟ والفرنش. الفرنش الاساسيات، ها انت لسه بتبداي صح؟ كلمات بقى وحاجات. طب حافظه ايه بالفرنش؟ يعني كلمات اي حاجه حافظاها. انا حافظه يعني الـ 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 الاحمر بالانجلش، قصدي بالفرنش اسمه روج. روج، مظبوط. طيب حلو قوي. ايه تاني؟ في حاجه تانية؟ والبلو اسمه بلو. بلو، برافو عليكي. طيب وايه تاني؟ والاصفر اسمه جون. جون، برافو. طيب عارفه مطبخ يعني كويزين؟ هتاخديه اكيد، لسه انتوا لسه ما اخدتوش الحاجات المتعلقه بالبيت، يعني ما خدناش الصالون، ما خدناش لسه باقي الكويزين، ما خدناش الحاجات اللي احنا بنقعد فيها، صح؟ اخدنا بس كلمات والوانات، صح؟ طيب في الانجليش بقى. الانجليش كان سهل، يعني مش انا بالنسبه لي الانجليش مش صعب. حلو، ايه بقى يعني قولي لي، طب تعرفي تعرفي نفسك بالانجليش؟ مثلا تقولي انا اسمي كذا وعندي كام سنه وكده؟ My name is Zena, I have 8 years old. هايل، شطوره جدا. طيب دي حاجة جميلة. طيب احنا كده هضرب ضربة سريعة. حاضر. أنا طبعا معايا مدام نهى، مش عايزة أسيبها كتير على التليفون. أهلا وسهلا مدام نهى. أهلا وسهلا. احنا آسفين جدا جدا يا فندم. ان انا على الخط. لا انت على الخط، احنا ما نقدرش. الحمد لله يا حبيبه قلبي، زيك انت؟ الحمد لله. اولا كل سنه وانتم طيبين عشان النهارده يوم عاشوره. حبيبتي وانتم بالصحه والف سلامه يا رب.
والنهارده بقى انت حلقاتك دايما مميزه، بس النهارده في تمييز زياده بقى. ايه رايك في التغيير الحلو ده؟ اجمل بنوته في الدنيا، انا اصلا متابعاها على اليوتيوب وعندها ما شاء الله. يا عم ده يا عم ما احنا طلعنا مشهورين وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ شفتي بقى انت معاكي حاجه كبيره يعني حبيبتي زينه. انا بشوف حاجاتها الجميله بصراحه، البنوته ما شاء الله ربنا يبارك فيها، ومامتها موجوده معانا. يعني البنت الله اكبر اهلاويه كمان قوي، اهلاويه وبعدين تالنتد هي وكرييتيف كده وما شاء الله عليها، فانا قلت لازم تبقى معايا في حلقه. اجمل حاجه عملتيها والله يا عظيمه بجد حبيبتي، تسلمي يعني انت جميله وكتر خيرك كده. ان زينه كمان بتحبك جدا جدا، وكنت بتابع مكالماتها ليكي بجد من قلبها يا حبيبتي. ما هو الاطفال على فكره ما تكذبش يعني، انت عارفه احساسهم عالي جدا، فانا وصلني محبتها دي. جميله جميله، والنهارده بجد ربنا يوفقكم، وانا قاعده اهو بشوف وبتفرج وبتابع الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها بجد، وربنا يوفقك انت وشيف زينة بقى. امين امين. يا روحي شايفه، قولي لها ميرسي بقى يا طنط. هو بس جوزي عايز كمان يكلمها، هو اتفضل مرات خالها وهو خالها. اهلا وسهلا. يلا يا ستي اتفضلي بقى كلمني بقى، اتفضلي اتفضلي. اخيرا شيف عظيم، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، وازيك يا زينه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك كده ويوفقك باذن الله. حبيبه قلبي قولي له ميرسي. ميرسي. وشك حلو على النادي الاهلي، الاهلي فاز امبارح، فعلى طول كده يبقى وشك حلو ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، شكرا لحضرتك جدا، شكرا لمداخلتك يا فندم، شكرا جزيلا، بالتوفيق. شكرا ليك، شكرا جزيلا، في حفظ الله، اتفضل، مع السلامه. طبعا انا يعني مش عايزه بقى اقول لهم بس احنا عملنا ايه. انا طبعا اخر مرحله حطيت الزبده بسيبها، بس لازم اضرب العجينه كويس قوي، تاخد لها 10 دقائق كده، سواء بايدينا او في العجان اللي يريح حضراتكم. لما تبقى عجينه ناعمه قوي طبعا لازم هسيبها بعدها تخمر ساعه. انا يعني عشان ما ازعجش حضراتكم هكمل العجن لحد ما تبقى العجينه ناعمه، وهنستسمح حضراتكم ان احنا ممكن نطلع استراحه، وهنرجع بعد الاستراحه نوري حضراتكم شكل العجينه عامله ازاي، ونبدا نشوف المتخمره ونشتغل فيها بقى مع بعض. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه ان شاء الله.